ذكرت لكم في مجالس سابقة أن شيخنا الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله تعالى عليه بعض الأحيان يفتقدونه ويجدونه يغسل مراحيض المسجد. لما سئل عن ذلك قال خشيت على نفسي لما رأيت الوزراء والتجار والكبار والصغار يحيطون بي، خفت أن يكون لي التفات إلى الدنيا الجاه المكانة. لما دخلت إلى قرية من القرى أهل القرية حملوا السيارة بمن فيها، قال خفت على نفسي من هذا الحال أن يحصل لقلبي التفات. هذا الشأن من مراعاة القلب، هو مهمة المريد، هو مقصود المريد. Selem, a to je trajna sadaka, odnosno djelo koje čovjek učini, pa ono ostane nakon njegove smrti da traje, odnosno da njime se koristi.